محمد الغيت معاكم احمد حمدي من قناه احمد حمدي الادركو فيديو جديد زيكم يا حلوين. جدعان اولا قبل ما ابتدي الفيديو وين ده بديل القناه هي تشترك وتفعل شير الجرس عشان تصلك كل جديد. اولا انا بشكركم على الدعم اللي انتوا بتدعموا لي. اولا طبعا الفيديو النهارده هيتكلم على احمد حسن وزينب محمد. بس قبل ما نروح لاحمد حسن وزينب محمد في حاجتين عايز اقول لكم عليهم عشان تنفذوهم. اول حاجه جدعان ان شاء الله لو الفيديو ده وصل 100 لايك لا استحاله تضطروا تشوفوه. اقول لكم حاجه 10 لايك لو الفيديو ده وصل 10 لايك هعمل غنيه فيديو كليب ان شاء الله. هننزل امتى تحديدا لسه مش عارف دلوقتي اصلا في اسلوب اللحن بتاعها يعني بشوف كل حاجه بتاعتها. فلو انت يا لو انت وصلتوا الفيديو ده 10 لايك بس هعمل غنيه فيديو كليب. انا لحد دلوقتي اصلا بشوف مين اللي ما عملش تقليد عشان مش عامل تقليد عشان ما يكونش حد يقول لي انت بتقلد مش عارف ايه. فبشوف دلوقتي غنيه تبقى جامده تبقى يعني تكسر الدنيا تبقى عايز اوصل الدنيا يا جدعان. تمام. تاني حاجه يا جدعان انا يا جدعان يعني مش عايز اقول لكم النهارده اللي حصل فيا. تمام. انا عارف ان يعني ان انا غبي كل مره بقول لكم على الحاجات اللي بتحصل فيا وطبيعي ما ينفعش يتقال على الحاجات ويعني ما ينفعش يعني اللي يتقال يعني الطبيعي يوتيوبر بيتعمل فيه كده. النهارده يا جدعان لقيت اتنين جايين بيقولوا لي يوتيوبر ومش عايزين يصوروا. تمام. بص انت لو عايز تصور معاك باحترامك خلاص تصور معايا باحترامك تكون واقف تصور. اما بتعمل لي بايدك اصلا انا محترم فاكيد مش هعمل حاجه بايدي. انتوا عارفين في صباع كده من في النص كده هما بيعملوه. وتاني حاجه بيقول استام من انا مش ليا دعوه بيها. يعني لقيت واحد والله امبارح كان عايز يصور معايا جايب لي موبايل نوكيا. ايه موبايل نوكيا عارفين يعني ايه موبايل نوكيا جايب لي موبايل نوكيا وعايز يصور معايا وهو اصلا ولا كاميرا ولا حاجه جاي يتريق وخلاص. فلو انت عايز ليك يتريق بلاش تصور معايا. لو انت عايز تصور صور باحترامك بذوقك بكل حاجه. تمام. فدول الحاجتين اللي عايز اقول لكم عليهم وان شاء الله يعني هيكون حظي انصنكم. طبعا يا جدعان النهارده هنتكلم على احمد حسن وزينب. بس قبل ما نتكلم على احمد حسن وزينب عايزين ارجع لكم حاجات اللي فاتت. فاكرين ساعة ما احمد حسن بيقول كان بقايل فاكرين ساعة ما احمد حسن بقايل عن اسلوب يا جدعان فاكرين ساعة ما احمد حسن كان قايل انا الدرع اليوتيوب سرق مني وما كنتش متوقع ان هيحصل كده. فاكرين الحته دي. ويجا برضو اكرامي هكراش عمل كده. يا جدعان المقلب ده المقلب اللي هو بتاع اللي هو سرقة الدرع اليوتيوب بتاع احمد حسن نفس مقلب زينب محمد. وانا على فكرة اول يوتيوبر اعمل كده. ده اول حاجة. لو في يوتيوبر عمل كده قبل كده اكتب لي عشان اكون انا كنت كداب عشان في ناس بتقولي ان انا كداب. ده اول حاجة. تاني حاجة المقلب ده مستحيل ان هو اصلا حقيقة هيكون مقلب. اولا حصل مشاكل سودة مع زينب واحمد حسن. تمام. بس قبل ما اروح لزينب واحمد حسن ان اصلا احمد حسن بيقول الحاجات دي عشان يبرئ نفسه وعشان يعمل مقلب. يا جدعان والله العظيم المقلب اللي هو بتاع احمد حسن وجرامي هاجرس الاثنين تبع دايره. والله العظيم الاثنين تبع دايره. تمام. بس قبل ما نتكلم على احمد حسن اللي يقول لي انت ليه احمد مش مالتش الفيديو بتاع اكرامي هاجرس واحمد حسن بتاع شركه اليوتيوب عشان احب اقول لك انا اصلا ما كنتش عايز انزله. كان الموضوع اصلا مش صار وسهرين فما كنتش اصلا عايز انزله. بس انا اللي خلاني انزلته بكون مستسلم حاجه واحده عشان الموقف ده بتاع احمد وزينب حصل. فطبيعي لازم اطلع واقول عشان اوصل ترند يعني طبيعي لازم اقول كده يعني طبيعي لازم كنت انزل الفيديو بتاع احمد حسن وزينب عشان اقول لكم حاجه واحده اقول لكم ان المقلب بتاع احمد حسن وزينب عامل زي المقلب بتاع اكرامي هاجرس واحمد حسن. فكنت لازم انزل لكم الفيديو ده وانا اصلا نزلته وانا يعني انا ايه نزلته كده من غير مونتاج فانتوا تعتذروني يعني لو نزلته من غير مونتاج. تمام. هتلاقوه اي هنا او اي هنا موجود. تمام. فنروح دلوقتي نشوف كلام احمد حسن بيقوله. فدقيقه هروح اجيب الموبايل بسرعه وارجع لكم. اوعوا تغيبوا عني دقيقه. طبعا انا جبت الموبايل يلا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بصوا بقى يا جماعه بما ان احمد
كل شوية يعمل فيها مقلب، كل شوية يعمل فيها مقلب. حذرته كذا مرة وقلت له كفاية مقالب فيها يا أحمد، علشان بجد لما أقلب عليك هتزعل. تمام؟ فهو ما سمعش الكلام وفضل يعمل فيها مقالب، مصمم يعمل مقالب مقالب مقالب. قلت له تمام. في ناس بقى كتير قوي في الكومنتات، زينب اعملي في احمد مقلب، اعملي في احمد مقلب، اعملي في احمد مقلب. وما اني عملت مقالب كتير جدا، والمقالب الكتير جدا دي اصلا هو كشفها الحمد لله، يعني فشله. هو مقلب يتيم واحد بس اللي اتصور وشرب واتظبط وفي الاخر راح مسح. فانا قررت اعمل ايه؟ انا قررت اخد القناه بتاعته. تمام؟ هو مديني باسورد القناه بتاعته، فانا دخلت رحت ماسكه الموبايل بتاعي كده وغيرت الباسورد بتاع القناه بتاعته، وغيرت الجيميل، وغيرت كل البيانات، خليت كل البيانات باسم انا بتليفوني. يعني اي حاجه هتتعمل في القناه بتاعته هيجي لي انذار على التليفون بتاعي. يعني هو من الاخر لو حب يفتح القناه بتاعته مش هيعرف يفتحها غير بموافقتي انا، لازم تجي لي رساله على الموبايل ان انا وافقت. تمام؟ مش هرجع له القناه تاني، مستحيل. يزعل عادي مش مشكله، عشان انا حذرته والموضوع افور قوي. حتى لو الموضوع ده هيخسرنا بعض انا مش هرجع له القناه، انسى نهائي، مش هرجعها لك خالص، خلاص انا خدتها. وبناء على طلب ناس كتير يعملي في مقالب، يا جماعه والله انا حاولت اعمل فيه كذا مقلب وفشل، بقولها لكم كل مره التانيه ان هو فشل. وهو مقلب واحد اللي نفع وعملته بطلع الروح وبعد عذاب راح مسحهولي بكل سهوله كده، بكل سهوله مسح لي المقلب. فانا قررت اخد القناه بتاعته وما يزعلش بقى، وهو اللي ابتدى ومش هرجعها له حتى لو عمل ايه. القناه بتاعته مش هترجع له تاني خلاص، ويستنى بقى يتقل على القناه التانيه، عشان ان شاء الله قريب هزعله عليها قوي واخدها منه برضه. باي باي. يا جدعان كل الكلام اللي زينب قالته، كل الكلام كلام، يعني هي كانت بتقول ان انا هو كان بيعمل معايا مقالب كتيره، فانا قررت ان انا اعمل مقلب فيه واسرق قناته. طبعا كل الكلام ده باين عليه قوي ان هو الكلام، يعني وكمان باين عليها من تحكتها، فيعني باين ان هو مقلب، والله مقلب، انا بحلفكم بالله ان هو مقلب. تمام؟ فيعني يا زينب انت والله عامله زي خطيبك، انت خطيبك حاجه يعني مش اللي هو يعني واو، يعني مش اللي هو واو، يعني انت ازاي هتسووا اللي بتاع من بعضيكوا يا عم؟ ما تحمل بقى يا عم، والله ما راضي يحمل عشان نشوف ال اللي بتاع رد فعل احمد. فيا جدعان يعني انا مش عايزه اقول في ايه، انا مش عايزه اقول ان 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 زينب اصلا واحمد حسن متفقين علينا احنا. انا بقول لكم وانا اول يوتيوبر بقول كده، اول يوتيوبر اتكشف الحقيقه دي. فهنروح دلوقتي نشوف احمد حسن كان قايل بيقول ايه وارجع لكم تاني. صحيت مصدوم من كميه الاتصالات اللي جات لي من صحابي، ولما رديت على حد منهم قال لي الحق، زينب سرقت قناه اليوتيوب بتاعتك. بص انا في الاول ما صدقتش وما كنتش مقتنع، لحد ما فوقت ودخلت على اليوتيوب وشفت الفيديو زيكم بنفسي. طبعا ان امبارح والنهارده بحاول اتواصل معاها ومش عارف نهائي، غير طبعا ان هي غيرت الباسورد بتاع القناه وغيرت المعلومات كلها بتاعت القناه تماما، غيرت الجيميل ورقم التليفون وغيرت كل حاجه. بمعنى اصح لو انا اتشقلبت مش هعرف ارجع القناه. بس انا كان حظي حلو ان القناه دي انا عاملها من 4 شهور بس، ويوم لما جيت عملت لها باسورد مختلف عن باسوردات ايميلاتي كلها. فمن حسن الحظ ان باسورد قناه الفلوكس مختلف عن القناه الرئيسيه دي، ومختلف عن الانستجرام بتاعي، ومختلف عن الفيسبوك برضه. لولا كده كان زمانها كمان سرقت القناه دي وسرقت الانستجرام وسرقت الفيسبوك. انا عمري ما اتوقع ان شخص في الدنيا ممكن يعمل كده، شخص في الدنيا ممكن يسرق مجهود شخص تحت مسمى اللي انا بعاقبه عشان بيعمل فيا مقالب. بصي خلينا متفقين ان السبب مش مقنع تماما، يعني ده ما يبررش سرقه القناه بتاعتي. كون ان انا كنت مستامنك على باسورد القناه ده يعني حاجه واحده، ان انت كنت بالنسبه لي حاجه قد كده ودلوقتي بقت حاجه قد كده. انا عمري ما كنت اصدق ان انت تعملي كده، ولا ان انت تسرقي تعبي ومجهودي. انا بقالي اكتر من سنه بعمل فيديوهات وبتعب وبيطلع عيني عشان احقق حاجه في حياتي، عشان اوصل لرقم معين، عشان اوصل لهدف انا كنت حابب ان انا احققه. وبعد ما يتحقق تيجي انت تسرقيه على الجهاز؟ كنت متوقع ان ممكن اي شخص تاني يعمل كده الا انت. وان انت كمان تقولي ان ده لو هيخسرنا بعض،
مش فارق معاكي فانا كمان مبقاش فارق معايا، وطالما انت خليت الموضوع بابليك فانا كمان هخلي الموضوع بابليك. انت فاكراني ان انا هسكت؟ لا طبعا مش هسكت، وزي ما انت عملتي فعل استني بقى رد الفعل، وطالما انت اللي ابتديتي الحرب فما تزعليش بقى. طبعا يا جدعان ده الكلام اللي احمد حسن بيقول، تمام؟ انا مش عايز اطول في الكلام القوي عشان يعني هو كلام اصلا مستفز، ويعني كلام مش ليه تاني لازمه، وباين قوي باين قوي 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 ان هو مقلب. يعني انا مش يعني خلاص اقول ايه قولي هو والله العظيم باين ان هو مقلب، باين ان هو مقلب. يعني انا لو جبت لكم فيديوهات تانية بلاش اجيب الفيديوهات تانية، هما فيديوين جبتهم لكم حلوين بالعربي ان ده مقلب، وانا اول واحد يوتيوبر اتكشف. وانا يعني هو المقلب اصلا هيترتب على 3 ايام و 4 ايام زي ما اتعمل في مقلب اللي هو اللي عمله، هيتعمل في 3 ايام و 4 ايام. فانا عايز اقول لك يا احمد حسن الزينب، احمد حسن انت حاجه يوتيوبر ناجح، يعني احنا بنقول لك ان ده يوتيوبر ناجح وكل حاجه، بس مش تيجي تعمل مقلب في الناس والناس عارفه، يعني اصل الناس مش اغبياء، الناس عارفه في ايه، الناس عارفه ان ده مقلب. بس انت مش تروح بقى تعملي مقلب مع زينب، يعني مستحيل 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 ان زينب او خطيبها، يعني قصدي مستحيل خطيب زينب يعمل كده او زينب تعمل في خطيبها كده، مستحيل مستحيل تاخد قناته. يعني هو كان بيقول انا 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 تعبت عقبال ما اوصل العدد ده، يعني فاهمين؟ انا تعبت عقبال ما اوصل العدد ده، واحنا برضو والله تعبنا ان احنا نوصل العدد اللي احنا عندنا فيه. يعني انت بتكلمنا عن ايه يا احمد؟ مش فاهم بتكلمنا عن ايه. المهم الصوره كانت واضحه قوي، بس في صوره هنا هحطها لكم تقريبا هنا. الصوره دي انا مكبر لكم الكلام تحت الصوره بتاع زينب، تحت الفيديو بتاع زينب، تمام؟ هو كان مكتوب تحت ان مش عارف اتمنى تشتركوا في القناه ومش عارف ايه، والايميل كان مكتوب باسم احمد حسن. شفتوا بقى انا اتكسفت ازاي؟ الايميل اللي كان مكتوب تحت في الوصف عند احمد حسن اللي هما بيقولوا ان هي قناه زينب، كان باين عليه قوي ايميل احمد حسن، كان باين يعني، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه الفيديو التالت بتاع احمد حسن كان قايل كان زينب بتقول لو الفيديو ده وصل 100,000 لايك هعمل همسح الاسم بتاع احمد حسن بتاع الرئيسيه واكتب اسمي، تمام؟ وهي وتقريبا مش عارف الناس مش وصلوا، وانا برضه هحط لكم الرقم هنا، تقريبا الناس مش وصلوا برضه 100,000 لايك، مش عارف وصلوا ولا مش وصلوا. بس المهم انا مش عامل اصلا جزء تاني، لو لقيت فيه نار او لقيت فيه سجاعه او لقيت فيه كده احتمال ممكن اعمل جزء تاني بالعربي. وبعدين بعد ما حصل كده فاحمد حسن قال انا هعمل زيها واقول ان يوصل 100,000 لايك وهمسح اسم زينب واكتب اسم انا كأن ما حصلش اي حاجه. يعني شفت الخلاسه؟ والله العظيم انتوا عارفين صدقوا الامر بالله انا كسبت في حاجه. ليه بقى هم عاملين كده؟ اولا قناه زينب فيها كام؟ قناه زينب فيها 70,000 حاجه مشترك، 70,000 مشترك، تمام؟ مش فيها 70,000 مشترك. وقناه احمد فيها كام؟ عنده 1,000,000. فالطبيعي ان هم كانوا عاملين المقلب ده عشان يوصلوا زينب مليون. صوت الذكاء، صوت العبقريه. طب بلاش كده، طب ازاي اكرامي هاجرس دلوقتي عنده 28,000 مشترك؟ ازاي جابهم منين؟ مش جابهم من 4 فيديوهات اللي هو كان عاملهم على احمد حسن، صح ولا لا؟ اهو انا اتكسف لكم الحقيقه. ها بس ده كل اللي عندي. المهم النصيحه او الفيديو يا جدعان ده مقلب مليون في المره، مليون في الميه. انتوا عارفين يا ريتني ما عملت اصلا رياكت على 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 على, 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 على 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 ده، يا ريتني ما عملت ديش رياكت على ده، يا ريتني ما عملت عليه، يا ريتني عامل على شوية ناس دماغكم بايظة وبيعملوا مقلب كمان في الناس. ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ حاجة تقرف. المهم ده فكرة الفيديو النهاردة، وهو بيكون عاجبكم الفيديو أولا مش هتستنى لايك سبسكرايب كومنت، وما تنسوش يا جدعان ما تنسوش لو وصلت الفيديو ده 100 لايك هعمل فيديو كليب أحمد حمدة يعمل فيديو كليب، يعني هتبقى مكسرة الدنيا، وكمان يعني فيديو كليب يعني. فالمهم اصلا الفيديو كليب هعمله على الموبايل، هقول لكم ازاي. المهم هخليها مفاجاه.
فانا بقول لكم عشان يوم من الايام ممكن انزله، يوم من الايام ممكن انزله، فخليكم بالكم عشان ممكن اعمل ديش اكت. يلا ممكن اعمل فيديو. سلام. ستوب 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 ستوب. كل خميس ان شاء الله، عشان قبل ما انسى، كل خميس هيكون في فيديو، كل خميس هيكون في فيديو، مش هيكون في 3 ساعات فيديو، لا هيكون كل خميس فيديو عشان المشاهدات عندي واطيه اصلا. ف يعني وكمان قبل ما انهي الفيديو، عشان انا غبي شويه يعني بنهي وفي الاخر بتكلم. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، انا عايز يعني احنا قناتنا دلوقتي، قناتنا كانت الاول 110 قلت بقت 109 يا جدعان، انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه فيكو؟ اعمل ايه فيكو؟ احنا قلنا نوصل ايه؟ نوصل بس 200 مشترك، بس نوصل 200 مشترك وهعمل جروب على الواتساب. ماشي نشوف بس لو كان عجبك الفيديو تستعمل لايك سبسكرايب كوم بيسا ايفرون.